تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. المحافظ البحسني يضع حجر الأساس لمشاريع تحسينية بمدينة المكلا، ويزور مدارس حضرموت العالمية ويشيد بتجربتها التعليمية والتربوية. وحافظ شبوة يوجه بنقل الورش الصناعية والهندسية إلى المنطقة الصناعية في عتق وتوفير كافة الخدمات الأساسية لها والقيام بعدة حملات لجعل المدينة جميلة. وكيل الوزارة مدير تربية حضرموت يلتقي الإدارات المدرسية بمحور مجمع الميناء التعليمي للبنات بالمكلا ويشدد على ضرورة ازدهاج المقررات الدراسية. نشرة مفصلة من قناة حضرموت الفضائية، أهلا بكم. وضع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فر السالمين البحسني حجر الأساس لتدشين 5 مشاريع تحسينية في مدينة المكلا بتمويل من WASH عبر مشروع الأشغال العامة المنطقة الفرعية حضرموت المهرة شبوة بمشاركة صندوق النظافة والتحسين والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت. وأوضح منسق مشروع الأشغال العامة المهندس عبد الرحيم حوري لمحافظ حضرموت بأن المشاريع التي سيتم تنفيذها تتمثل في إعادة تأهيل وصيانة هناجر ومباني وورش والصيانة لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، وإعادة تأهيل وصيانة حمامات عامة للسوق المركزي بالمكلا، وتحسين شبكة المياه غرب وشمال منطقة الطلائع بفوة القديمة، وإعادة تأهيل مشروع الصرف الصحي بمنطقة القوازي، وتوريد وتركيب مضخات الصرف الصحي لمحطات المعالجة في منطقتي الشرج والغليلة. ومن جانب آخر، زار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فر السالمين البحسني، ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام مكتب تربية ساحل حضرموت الأخ جمال سالم عبدون مدارس حضرموت العالمية بالمكلا التابعة لمجموعة المحضار التجارية للإطلاع على تجربتها التعليمية والتربوية. وكان في استقبالهم مالك المدرسة السيد محسن علي المحضار. وطاف محافظ حضرموت فور وصوله بالمعرض العلمي الذي نظمته المدرسة، وقدم خلاله عدد من الطلاب والطالبات عروضا باللغة الإنجليزية لوسائل تعليمية وتجارب علمية متنوعة. كما تفقد المحافظ البحسني كذلك مشروع المبنى الجديد لمدارس حضرموت العالمية الذي تملكه مجموعة المحضار التجارية بكلفة إجمالية بلغت 2 مليار ريال يمني، متعرفة من قبل المهندسين على مكونات المشروع والتصاميم الهندسية الخاصة به. وأشاد محافظ حضرموت خلال لقاء عقده بإدارة المدرسة بحضور عدد من أولياء أمور الطلبة بتجربة المدرسة التعليمية والتربوية، مبدين إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المدرسة ومستوى الطلاب التعليمي والتربوي وإتقانهم للغة الإنجليزية التي تعد لغة العصر والعلوم في هذا الزمن، متقدما بالشكر الجزيل للسيد المحضار على تبنيه لهذه الفكرة الواعدة والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية في المستقبل القريب العاجل، وستخلق جيلا مسلحا بالعلم والمعرفة يجيد التواصل مع العالم المحيط به ويطلع على جدير العلوم بكل يسر وسهولة. من جانبه، رحب مالك المدرسة السيد محسن المحضار بسيادة المحافظ البحسني، وصفا زيارته للمدرسة بالزيارة الهامة، مؤكدا على المضي قدما في هذا المشروع التنويري الذي يهتم بأجيال المستقبل القادم، متقدما بالشكر الجزيل لكل التسهيلات التي قدمت من سيادة المحافظ البحسني وكل الجهود التي بذلت من قبل الأستاذ جمال عبدون والتي كان لها دور ملموس في تذليل الصعاب والعقبات التي واجهت المدرسة وإدارتها. كما ألقيت كلمة من قبل مدير المدرسة الدكتور محمد الشيخ بنافع، قدم خلالها شرحا مفصلا عن مدارس حضرموت العالمية التي تأسست في 2 سبتمبر 2013 بمدينة المكلا، وتسعى جاهدة لتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالمية بالاعتماد على نظام مؤسسات علمية متعارف بها دوليا تقدم مناهج الشهادة العالمية للتعليم البريطاني. وتم في ختام الزيارة تكريم المحافظ البحسني والوكيل عبدون بدرعي شكر وتقدير وامتنان نظير جهودهم في خدمة مدارس حضرموت العالمية والعربية التعليمية والتربوية بحضرموت. أشكر بقوة السيد المحضار على تبني هذا المشروع. أقولها لكم بصراحة، مشروع زي هذا ليس ربحي أبدا، واللي بيقدم عليه لازم ينظر نفسه بأن يقدم شيء لأهله ولأبنائه وللوطن على الأقل لفترة طويلة، 10 سنين 20 سنة، ممكن بعدين تتعدل الأمور
الاقتصاد يتطور، دخل الناس يتطور، ممكن بعدين يأتي الربح. لكن بدون أنا لا أشك في ذلك أن في هذا المرحلة سيتحمل المحضار أعباء كثيرة ولن تفي يعني الرسوم بتسيير أعمال المدرسة. أعتقد أن هذا المدرسة سيكون لها مستقبل عظيم جدا، وستكون معلم كبير من معالم مدينة المكلا حضرموت أيضا، وستساهم يعني في التعريب بحضرموت، لأنه عندما تستقر الأمور بشكل نهائي تنتهي الحروب، تنتهي تعود الحياة لطبيعتها. بدون شك حضرموت مقبلة الآن على استثمارات كبيرة، ويأتوا أجانب هنا مع عائلاتهم، ولذلك يدخلون عيالهم في مدرسة مثل هذا المدرسة. ما شاهدنا اليوم بالنسبة للأطفال العرض واللغة وحتى نطق اللغة كان رائع جدا، أنا كنت مسرور من مستوى يعني استيعاب الطلبة. وإلى محافظة شبوة، حيث أكد محافظ شبوة محمد صالح بن عداو على ضرورة الاستفادة من المنطقة الصناعية التي تم إنشاؤها قبل سنوات طويلة في الاتجاه الغربي لمدينة عتق، وتشغيلها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، على أن يتم توفير كافة الخدمات الأساسية لها. ووجه خلال لقائه بعدد من القيادات القطاعات الحكومية وذات الصلة المباشرة بنظافة وتحسين مدينة عتق والصرف الصحي فيها، مكلفا لجنة من البلديات والأمن بالقيام بعملية إزالة كافة البساطات المحيطة بالسوق المركزي لبيع الخضار والفواكه والأسماك والقات بالمدينة، ونقل أكوام من مادتي النيس والخرسان الجافة من أمام ساحة المستشفى الجديد، على أن يحدد موقعا لبيعها خارج المدينة، والعمل على تصفية ساحة بيع علف الحيوانات ونقلها إلى السوق الداخلي الخاص ببيعها. كما كلف شرطة السير بالعمل على تحديد مواقف عامة لباصات النقل داخل المدينة، وبما يجنب حالة الحوادث التي يتسبب وقوفهم العشوائي في وسط الشوارع. وفي ختام اللقاء سلم المحافظ بن عداو إدارتي صندوق النظافة والتحسين والصرف الصحي 4 سيارات، 3 منها لنقل القمامة، وبوزة خاصة بشفط المياه المجاري. وإلى الجانب التعليمي، حيث أكد وكيل الوزارة مدير مكتب تربية ساحل حضرموت الأخ جمال سالم عبدون على أهمية الاستفادة القصوى من الأيام الدراسية المتبقية في التقويم المدرسي الوزاري لاستنهاج المقررات الدراسية وتفعيل الدروس المختبرية العلمية بإجراء التجارب في المختبرات العلمية الحديثة، مؤشرا خلال لقائه بالإدارات المدرسية لمحور مجمع الميناء التعليمي للبنات الذي يضم كذلك مدارس 22 من مايو و30 من نوفمبر والنون وابن خلدون للتعليم الأساسي، بحضور الأخ عبود عوض من عبود الشيخ مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا، مشيرا إلى ضرورة أن تحرص هذه الإدارات على العمل بوتيرة عالية وبروح الفريق الواحد في ظل ما ينعم به الواقع التربوي والتعليمي بمديرية المحافظة كافة من استقرار ونهوض وتطوير في مجمل منظومة العمل التربوي والتعليمي بفضل التدخلات النوعية للراعي الأول محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرس سالمين البحسني بهذا القطاع الحيوي والمهم في حياة حضرموت خاصة والوطن عامة. وكان وكيل الوزارة مدير تربية حضرموت قد اطلع على حصتين علمية في المختبر العلمي الحديث وقاعة الحاسوب بمجمع الميناء التعليمي للبنات، مستمعا من الطالبات إلى مدات الاستفادة التي أضافتها مثل هذه التدخلات للمحافظة البحسني والرفع من مستوى التحصيل العلمي وترسيخ المعرفة وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العلمية والاطلاع على الدروس المحسوبة وتقنية الحاسوب الحديثة والمتطورة. وإلى سلسلة نجاحات طلاب حضرموت، حيث حصد طلاب حضرموت على المركز الثاني في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة خلال فترة من 6 وحتى 9 من فبراير الجاري بتنظيم ورعاية جامعة الدول العربية. وحقق الطالب يونس أبو بكر بمهدي من ثانوية المكلا النموذجية للبنين، والطالبة أسماء فيصل التميمي من مدرسة الفقيد فيصل بن شيبان بمديرية تريم المركز الثاني للمرحلتين الثانوية والأساسية بعد منافسات قوية وتصفيات للمرحلة المسابقة المتضمنة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري المجيد وتعميق دراسة النحو. وقدم الفائزان شكرهم للواء الركن فرس سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية على دعمه اللامحدود وتذليل الصعاب، وكذلك لوكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت الأخ جمال سالم عبدون على متابعته الحديثة والتواصل المستمر لإنجاح مشاركتهم الخارجية التي توجت بتشريف حضرموت والوطن عموماً.
بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السرطان أقيمت فعالية تحمل شعار بذرة عطاء لصالح مرضى السرطان بكلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت. الفعالية التي نظمتها المجالس الطلابية بكلية الطب والهندسة وبرعاية الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت وإشراف عمادة الكليتين بالجامعة تهدف الفعالية لتوعية المجتمع ولتحفيز المصابين والإمساك بيدهم ومساندتهم وتحوي على 12 ركنا منها التوعوي وركن الأسر المنتجة وركن الفحص الطبي والخط والكتابة والطبق الخيري وركن فكرة وحوار والحلويات والمشروبات وغيرها من الأركان، هذا ويذهب ريعه لصالح مرضى السرطان. انطباعي عن هذه الفعالية كان رائع لما لمسته من تفاعل الطلاب بشكل عام والأركان المختلفة للفعالية، والذي عكست حرص المنظمين على إعطاء صورة طيبة على وعي الطلاب وتفاعلهم ودعمهم لهذه الفئة المستضعفة التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها بالسرطان. كلية الهندسة دائما لا تألو جهدا في دعم مثل هذه الفعاليات، ولكن من خلال الجمعيات العلمية في الكلية، وأيضا من خلال تبني مجلس الطلابي لمثل هذه الفعاليات. ومثل هذه الفعاليات قطعا تساهم في ربط المجتمع بالكلية وبالجامعة بشكل عام. طبعا من أنشطة الاتحاد العام وأهم أهدافه هو المساهمة الفعالية وإيجابية في الأنشطة المجتمعية المختلفة وتلمس حاجات المجتمع واهتمام قضاياهم ومشاكلهم. ولعل اللفتة الإنسانية التي قام بها مجلسي كلية الطب والهندسة اليوم تنم عن مشاعر واهتمام بالمجتمع بشكل عام. هذا اللفتة الاهتمام بأطفال السرطان وكيف نحن نكون مساعدهم ونكون معاونين لهم ونساعدهم على مكافحة هذا المرض والبث فيهم الأمل والعزيمة والإيجابية. طبعا كل يعرف عن مرض السرطان الخبيث، ولكن للأسف الشديد أصبح في الآونة الأخيرة المرض متفشي بشكل كبير جدا. لذلك يعني فعاليتنا اليوم كانت تحاكي الواقع وتراقب وعي الناس، يعني تحاول أنها تحسن من الوعي الإدراكي فترفع من وعي لدى المجتمع. واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وأجرى خلال الفترة من 24 وحتى 30 من يناير المنصرم ضخ خلالها 287 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ أيضا 305 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة، والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلا عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا. كما وزع المركز 70 سلة غذائية وخيام و210 بطانية و70 بساطا للنازحين من الحديدة، وتعز إلى مديرية الكود في محافظة أبين والتي استفاد منها 210 من النازحين. بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها. المحافظ البحسني يضع حجر الأساس لمشاريع تحسينية بمدينة المكلا، ويزور مدارس حضرموت العالمية ويشيد بتجربتها التعليمية والتربوية. وحافظ شبوة يوجه بنقل الورش الصناعية والهندسية إلى المنطقة الصناعية في عتق وتوفير كافة الخدمات الأساسية لها والقيام بعدة حملات لجعل المدينة جميلة. وكيل الوزارة مدير تربية حضرموت يلتقي الإدارات المدرسية بمحور مجمع الميناء التعليمي للبنات بالمكلا ويشدد على ضرورة ازدهاج المقررات الدراسية. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، دمتم في أمان الله.